وهنعمل معاه بسكوت سمسم مليان سمسم. دي ازاي بقى؟ عندي هعمل برضو كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق عليهم كوباية سمسم، كوبايتين دقيق عليهم كوباية سمسم، عليهم كوباية نص كوباية زبدة، و تلات أرباع كوباية سكر، بيضة، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، وبس كده. هنا كوبايتين الدقيق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وكوباية سمسم، اكتر من كوباية سمسم كمان اهو، حطيت ازيد، وكوباية الا ربع سكر بودرة، ونص كوباية زبدة او سمنة يجوز، دي ودي ينفع، زيتها تبقى مقرمشة شوية، وهناخد معلقة صغيرة بيكنج باودر، واتنين باكو فانيليا، ورشة ملح، وهناخد بيضة، ونجيب بيضة من اللي اشتريناهم، انا رجعت الجيران حاجتهم مش هجيب منهم حاجة عشان ما يضايقوناش بس وديناكوا وذلونا اهو. البيضة التانية الحمد لله. السجاده اللي بعديها برضو لو عوزت حاجه مش مشكله يعني. نوزع الله ربنا ونبدا كله مع بعض. يا دوبك بنجمعه. بس في زبده ريحته جميله. بس نلمها دلوقتي على بعضها اهي. فيها سمسم كتير، فيها بيض، فيها زبدة، لا حلوة ما شاء الله يعني جدا. يعني مش لازم بقى نبقى مجبرين على الأكل اللي بياكلوه، لا في أكل كتير حلو. عشان بتبقى معارك الصبح أنا عارفة، كوباية اللبن والبيضة والكلام ده كله بتبقى معارك. ونقطع بقى برضو. دي ممكن نعملها، بص الشكل يريحكم، دور، مربع، مستطيل، اي حاجه. فاحنا نعملها مكعبات. زي السمسميه حتى ريحتها، بس طبعا دي مش بسكر، دي بايه؟ بالعجينه والزبده والكلام ده كله، عشان هتبقى ايه مغذيه اكتر كتير.